نعم لالا. بغيت ربي يبارك لك في هذا الدعاء يا رب يا كريم، وفهمت ويستوجبوا لك انت اول واحد فينا. اللهم امين يا رب يا كريم. عام مولك انت اول واحد. اللهم امين يا كريم يا رب العالمين. وبغيت ندير لك غير فهمتي، بغيت ندير لك المشكل ديالي انا. اياها لالا امينه. الحمد لله انا عندي والدي يعني فهمتي، كنتمنى ان ربي يعطيهم فهمتي كل شيء، يعني كل شيء يكونوا عنده بحال والديا وبحال خوتي وبحال خواتاتي تبارك الله. ولكن مشكلتي الوحيده انا الحمد لله عايشه مزيان واكله شاربه يعني مرتاحه نفس فهمتي، من ناحيه انني مع عائلتي وداك الشيء مرتاحه، ولكن مشكلتي الوحيده هو انني مريضه واحد يعني عندي المس وعندي الاعصاب. الله اكبر، لا اله الا الله. لا امينه منين جاك هذا المس؟ انا تزوجت المره الاولى في 2004 وطلقت، يعني ما شفتش راجلي انا يا من العرس وداك الشيء، من لي فاكونس ديال العرس ما بقيتش شفت انا راجلي حتى 2008 تلاقينا في المحكمه طلقنا. الله، واش هو كان خارج ارض الوطن؟ فرنسا. اياه. وانا يعني انا من هذاك الوقت يعني صافي انا حسيت براسي انني مرات انا في دنيا الكاب في العرس ديالي. الله اكبر. مرات. ومن بعد تزوجت هذاك العام اللي فات في ابريل اللي فات، وانا واقفه دابا على الطلاق في المحكمه. لا اله الا الله، هذه قضيه بزاف ديال العروسات كياكلوا الضربه ليلة العرس، كتكون ربما شي واحد عنده اعمال شيطانيه كيقدر يأدي العروسه لابسه مزيان بخير وعلى خير، فكتكون كتأدى اما بالعين واما باعمال شيطانيه. لا اله الا الله. ودابا المشكل انني انا كنت كنطيح، ولكن ما عمرني ما يعني ما نطقت، ولكن مع الوفاه ديال خويا والتاثير بزاف وليت كنهضر، يعني فاش كنطيح كيبداو كنمرض وفاش كيبغيو يسرعوني ولا كيديروا لي الرقيه ولا شي حاجه كنبدا نهضر، يعني انا هذا ولا كيقول لهم يعني هذه مراتي زوجتي ما تفرقونيش عليها. اذا انت هذه الحاله هذه كيسموها الخبراء في هذا الميدان كيسموها بانها عندها جني عاشق. جني عاشق يعني وكنحس بهم بزاف، كنحس به قال لي في كرشي في المعده ديالي في كتفي في كل بلاصه قال فيا، وانا ماشي زوينه ولكن كيدير لي الفتنه. ما شاء الله كيدير لي الفتنه مع الناس كاملين، يعني البلاصه اللي كندوز منها كل شيء كيبقى تابعني، كل شيء كيبقى يعني بزاف ندير لي الفتنه بزاف. عذبك في حياتك؟ عذبني، كرفصني لواحد الدرجه ما تتصورش. صافي انا مليت حياتي، يعني تصور شحال هذيك كنتي كتقول لي شنو كتمناي وهذا، يعني كان عندي طموح وكان عندي واحد لوبجيكتيف باغا نصلي في حياتي بحالي بحال الناس كاملين. نعم. مي دابا صافي ما بقيت باغا حتى شي حاجه، بغيت غير نتشافى من هذا. انا كنقول الحمد لله هذه منحه من عند الله. نعم. وصبرت يعني مده 10 سنين، ولكن دابا صافي كعطيها شنو كثر فيا بزاف. ما شاء الله. كثر بزاف لواحد الدرجه انني ما يعني الخدمه ديالي انا دابا ما خدامه وما كنمشيش للخدمه. ما شاء الله. انا دابا خدامه وما كنمشيش للخدمه. لا يعني وفهمتي بزاف، يعني والديا مساكن تعذبوا معايا بزاف وقومي بزاف كرفصوا معايا، لدرجه انني انا بيت فايقه مريضه وهو بيت بارك معايا. لا اله الا الله. وامي باركه معايا، وهاد خويا مسكين اللي توفى حتى هو يعني هما خلاو ما داروا يعني، ولكن الحمد لله على كل حال انا حمد الله وشكره. لا اله الا الله. ولكن هذا داء اللي يعني فهمتي يعني كاين ليه شفاء. انا كنقول واقيلا انا يعني مادام شد لي الخط اليوم وانني هضرت معاك وهذا كنقول الحمد لله، راه انا فهمتي محظوظه ان ربي اجل لي فهمتي واجل لي بالشفاء يعني حال الوقت. اختي امينه شفتي بعض الرقات داروا لك القران الكريم؟ شفتهم وتبعت معاهم ولكن ما كاينش. لا اله الا الله. لا الحالة ديالك هذه حسب ما وصفتي الآن كيتسمى هذا الجني العاشق كيصيب بعض الفتيات. وما كنصليش ما كنصليش يعني كنصلي عندي نهار يومين نهار ثالث صافي كتحبس لي الصلاة ديالي. ما شاء الله. وما كنقدرش نقرا القرآن، كنبغي نقرا القرآن مي هو حافظه. هو حافظه ربما غيكون جني عاشق مسلم. وفهمتي كيبداو يقراو لا ما كيبغيش الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كيبغيش الشهادة. إذا لابد واخا يكون هو ذكي إلا عنده منفد من المنافد، الصلاة على رسول الله ما كيبغيهاش الشهادة. ولا سمع القرآن الكريم كيقرا معك؟ كيقرا معاهم، هما كيقرا وهو كيقرا. لا إله إلا الله. إذا ما كيحملش هو الصلاة على رسول الله، أش ما كيحملش مرة ثانية؟ الشهادة. لا إله إلا الله. واختي امينه حنا غندير واحد السبب والكمال على الله تعالى. حنا الان في هذه اللحظه المباركه حنا في ختام الحلقه معنا عدد كبير من الساده المستمعين والمستمعات، وجميعا نقولوا
اللي هم يرفعوا اكو في الدراعه معنا وبقلوبهم وبالايمان ديالهم. انا لاي واحد مريض ولا لاي وحده مريضه لا اله الا الله شفاء قبل مني. لا اله الا الله ونقولوا جميعا هاد النوع من الجن العاشق واحد الكلام ما كيبغيش، وحنا ان شاء الله غنقولوا جميعا في عبر الهواء مباشره، ونقولوا للساده المستمعين كلهم قلوبنا قلوبهم معنا، وربي شافيك وشافي كل المرضى ديال المسلمين. حنا غنبداو باذن الله تعالى. اختي امينه خذي نفس، ديري استرخاء كامل استرخاء كامل، وخلي كانك سلمتي امرك الى الله، وحنا غنخلي الاذن ديالك مفتوحه والقلب ديالك مفتوح باش يسمع كلام الله تعالى، وان شاء الله هذا الجن المريض يزول بامر الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيدك الخير وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، اللهم صل ألف صلاة وألف سلام على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك
ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. أقسم عليك بالله العلي العظيم أن تخرج من هذا الجسد وأن لا تبقى فيه أبدا. أخرج بأمر الله، أخرج من العروق، أخرج من العظام، أخرج من المسام، أخرج من اللحم، أخرج من الجلد، أخرج من الشعر، أخرج من الأظافر. لا مقام لك بعد اليوم في هذا الجسد، لا مقام لك بعد اليوم في هذا الجسد. أقسم عليك بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن تخرج، وإلا فعليك الحرق إلى يوم الدين، وإلا فعليك الحرق إلى يوم الدين. أخرج بأمر الله تعالى. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، والحمد لله رب العالمين.